السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا دكاترة، عاملين إيه؟ معاكم أخوكم محمد يحيى، زميلكم في كلية طب المنصورة، دفعة 62. نشوف مع بعض النهاردة بإذن الله أولى محاضرات المناعة، أولى محاضرات الميكروبيولوجي والإميونولوجي. محاضرة شيقة جدا. هتخليكم متحمسين للمحاضرات الجاية، لأن المناعة مسرحية كبيرة، كل فصل فيها بيمهدك ويهيئك للفصل اللي بعده. جايين النهاردة نبص عليها نظرة عامة، نشوف ايه هي المناعة، ونبدأ ندخل في شوية تفاصيل خفيفة عنها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. جايين نشوف بشكل أساسي cells of immune system. أول حاجة كما نحن معتادون، Welcome to the medical zone. طيب، جايين نشوف ايه النهارده؟ جايين نديسكرايب الاميون سيستم والاميونيتي. نعرف يعني ايه اميون سيستم، اميون سيستم جهاز المناعه والمناعه بشكل عام في الجسم. هو في فرق؟ في فرق. جهاز المناعه ك سيلز تيشوز اورجنز، حاجات متخصصه في المناعه. الاميونيتي اشمل، وهنشوف دلوقتي ازاي. تاني حاجة recognize the types والfunctions بتاعة الimmune organs المختلفة، وكذلك the types والfunctions بتاعة الimmune cells المختلفة. وأخيرا نناقش ونفرق بين ال innate immunity وال adaptive immunity. هناخد نظرة خفيفة وسريعة عن ال innate immunity، ونعرف يعني إيه أصلا innate ويعني إيه adaptive. طيب، أول حاجة يعني إيه immunity؟ لك والله ال immunity هي التالي، هي الديفينيشن بتاعها، هي الطريقة اللي الجسم بيدافع بيها عن نفسه من أي infectious agent، أي مادة جاية له من بره بتأذي، هو بيدافع عن نفسه ضدها. أي مادة بتأذيه بس؟ لا، ده أي foreign substance، أي حاجة غريبة عن الجسم، الجسم بيبدأ إن هو يهاجمها، بيبدأ إن هو يحاربها عن طريق هذه الإميونيتي. فالإميونيتي هي وسيلة دفاع الجسم عن نفسه. تقدر تتخيلها ان هي الجيش بتاع الجسم اللي بيهاجم اي معتدي، اي غريب. طيب، بتتكون من ايه هذه الاميونيتي؟ والله هو زي يعني هذا الاميون سيستم زيه زي اي سيستم في الجسم، بيتكون من سيلز، بيتكون من تيشوز، بيتكون من اورجنز، يعني اورجنز جواها تيشوز جواها سيلز. ولكن هنا يا صديقي احنا عندنا في سيلز عايمة في الجسم كله، فهي مش جوه اورجن معين. ازاي؟ بص، عندك مثلا من الاورجنز بتاعت المناعه السبلين، طحال، ده اورجن فيه سيلز، فيه خلايا، خلايا مناعيه، هو بيتكون من خلايا مناعيه. طيب، هو الاورجن كله على بعضه كده وظيفته المناعه. طيب، وفي تيشوز متفرقه في اماكن مختلفه زي ما يدعى بالبايرز باتشز او عقد باير او لطخ باير. ديت مجموعة من التيشوز المناعية، خلايا مناعية متجمعة على صورة أنسجة بتبطن السمول انتستين، بما إن هي مدخل من مداخل الجسم، مدخل من مداخل الدم، فإحنا محتاجين خط دفاع فيها. ففي هنا تيشو للمناعة، فيه خلايا مناعية. خلي بالك إن هي هنا نسيج أو أنسجة من المناعة، ما هيش جزء من أورجن مناعي. الأورجن ككل ده سمول انتستين. هل السمول انتستين عضو مناعي؟ لا، ده عضو في الدايجستيف سيستم، ولكن فيها تيشوز مناعية. ثم بعد ذلك هنشوف سيلز فرط لوحدها كده من وظيفتها المناعة والحفاظ على الجسم، ليمفوسايتس وماكروفاجز. هنشوف كل واحدة من دول بالتفصيل معناها ايه، وكمان اخواتهم كتير اللي موجودين جوه التيشوز وبراها لوحدها، ماشية في الفلويدز بتاعت الجسم، عاملة زي العسكري اللي موجود في المركز وبيخرج من المركز، بيمشي في شوارع البلد عشان يحافظ على النظام، يحافظ على الأمن. طيب، ده بالنسبة لنظرة عامة عن الكونسيستنسي بتاعت الإيميون أو الإيميون سيستم أو الإيميونيتي أو الإيميون سيستم. لينا نلقي نظرة على الأورجنز بتاعت هذا السيستم. والله الأورجنز بتاعته ممكن نصنفها وفقا للفانكشن بتاعتها، وفقا للفانكشن بتاعت الأورجن ممكن نصنفهم للتالي.
طيب عندك حاجة اسمها primary lymphoid organs و secondary lymphoid organs. إذا ثواني، يعني إيه lymphoid؟ lymphoid يعني جزء من ال lymphatic system، وال lymphatic system هو نظام الجيش. ثواني، هو في فرق بين الجيش والدفاع؟ آه، إحنا كلنا كمواطنين من وظيفتنا حماية الأمن بتاع الجسم، كلنا بلا استثناء. مجرد ان سعادتك ماشي في الشارع معاك بطاقة شخصية او معاك باسبور، فانت بتساهم في حماية هذا الجسم، بتساهم في حماية هذا الوطن. كذلك كل خلايا من خلايانا بتساهم في المناعة، في الاميونيتي. ولكن في جيش ده وظيفته تحديدا الحفاظ على الجسم، هو ملوش وظيفة تانية، هو ما هواش مدرس ولا هو دكتور ولا هو مهندس، هو ضابط في الجيش، هو عسكري في الجيش، دي شغلانته. شغلانته ان هو الليمفويد اورجان، ملش حاجة تانية كده. وظيفته ان هو يصنع هذه الجنود، او ان هو يكون ثكنات عسكرية بيكونوا موجودين فيها هؤلاء الجنود. طيب هنقسمهم وفقا لمصنع وثكنة عسكرية. مصنع بيصنع الجنود وبيديهم الأسلحة، والثكنات العسكرية أو نقط التجمع بتاعت هذه العساكر أو هؤلاء العساكر. ف primary lymphoid organs ديت بتصنع وبتهيئ هذه العساكر أو يعني هؤلاء العساكر أو هذه السيلز لتكون قابلة أو قادرة على الدفاع عن الجسم. مين هذه ال primary lymphoid organs؟ عندنا البون مارو، نخاع العظام، والثايموس او الغده التيموسيه. البون مارو والغده التيموسيه بيهيئوا بيعملوا ماتيوريشن للخلايا علشان تكون جاهزه للشغل، بيعلموا الخلايا تشتغل ازاي. البون مارو مش بس بيعلم الخلايا، لا ده هو اللي بيصنعها اصلا. وظيفته الاساسيه جينيريشن، تصنيع كل خلايا الدم، all blood cells. ثواني يا محمد، احنا لما بنيجي نتكلم عن البلد دماغنا بتروح ناحية الليفر على طول. اه، الليفر بالنسبة للحاجات الغير حية في البلد، الليفر مسؤول عن البلازما. انا هنا بكلمك عن السيلز كخلايا، بحيث ان انت تبقى لما تبص بصة كده على نقطة دم انت عارف اه ديت فيها خلايا جاية من البون مارو زي خلية كذا وكذا وكذا، وفيها بلازما، سوائل، فيها انزيمز، فيها بروتينز، فيها ليبيدز، فيها جلوكوز. اللي بينظمها هو الليفر بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية. فانت عن طريق ان انت بصيت لنقطة الدم انت اتكونت عندك صورة شاملة، وهو ده المطلوب من سعادتك، ان تخيلك دايما يبقى شامل. طيب نبعد بقى عن الفلسفة ونرجع لموضوعنا. بون مارو من وظيفته الأساسية الجينيريشن، تصنيع الخلايا بتاعت الدم كلها، يبقى الجينيريشن. وبالنسبة للمناعة هو بيحط تاتش بتاعه زيادة، انه بيعمل ماتيوريشن، بيعمل انضاج او نضج، بيساهم في نضج بعض الخلايا المناعية التي تدعى بالبي لمفوسايتس، خلايا بائية. ليه بي؟ لان هي بتنضج في البون مارو، بتنضج في نخاع العظام، يبقى بي وبي. ده اصلا اسم اصل التسميه، والله مش عارف، وارد ولكن احفظها كده. يبقى بي ليمفوسايتس عشان بتخرج جاهزه من المصنع، تخرج جاهزه من البون مارو. بعض الخلايا بتخرج من البون مارو مش جاهزه، يعني هي لسه عايزه تتعلم شويه مهارات زياده، محتاجه انها تفهم شغلها، محتاجه انها تتقسم وتتوزع على اماكن مختلفه، حد هيعلمها الحاجات دي، اللي هي التي ليمفوسايتس. هذه التي ليمفوسايتس تخرج من البون مارو غير جاهزه، غير مكتمله. مين بيكملها؟ الثايموس، تي ثايموس. فالثايموس هي اللي بتعمل ماتيوريشن للتي ليمفوسايتس. طيب جميل جدا، يعني انا بصنع الخلايا كلها في البون مارو، بعضها بينضج في البون مارو بنسميها البي ليمفوسايت من بون مارو، وبعضها بينتج بنبعته للثايمس عشان ينضج فيها، هي ديت التي ليمفوسايتس.
طيب في حاجات تانية؟ اه في حاجات تانية. طب بتنضج فين؟ ما تشغلش دماغك، اغلبها بينضج في البون مارو، بيخرج من البون مارو جاهز. طيب ده بالنسبة للبرايمري ليمفويد اورجنز اللي هي وظيفتها تصنيع الخلايا القادرة على القتال. تاني حاجة السكندري ليمفويد اورجنز اللي هي المخازن بتاعت هذه الخلايا او الثكنات العسكرية بتاعت هؤلاء الجنود، دي الهوم اوف ليمفوسايتس اللي هي بتعيش فيها بقى باقي حياتها، بتعيش فيها، دي الوظيفة الأساسية. وكمان بما إن هي موجودة هناك فهي ترابس للأنتيجنز. تسمع عن حاجة اسمها الليمف نودز؟ دي الليمف نودز موجودة في الليمفاتيك سيستم، في الليمفاتيك داكت. في الليمفاتيك داكت دي أنت مش بتنور عندك لمبة كده، مش بترن جرس. احنا كنا خدنا في الترم الأول إن احنا عندنا الانترستيشن فلود، بيترشح الفلودز اللي فيه في البلعات بتاعته بعد ما جات له من البلد، البلعات دي اللي هي الليمفاتيك داكت. فانت عندك اي فلويد بيحيط بالخلايا انترستيشن فلويد بيترشح في هذه الليمفاتيك داكت، بيعدي على مين؟ بيعدي على الليمف نود يتفلتر. فانت بتعدي على نود هي اصلا هي المركز بتاع الشرطه، فاي حاجه فيها فيها خلل، اي حاجه فيها ميكروب، اي حاجه فيها اصابه، اي حاجه فيها حاجه معديه، بتعدي لازم تعدي على هذا الكمين اللي هو الخلايا موجوده وعايشه فيه طول الوقت. فاي انتيجين، وهنشوف يعني ايه انتيجين. انتيجين يعني حاجه بتعمل جينيريشن لانتي. يعني ايه انتي؟ يعني ضد، يعني بتحفزه ان هو يشتغل ضدها وضد مصدرها. ده معنى انتيجين، يعني بايه؟ باختصار مخل. جميل. فهي بتشتغل هذه السكندري ليمفويد اورجنز كمصايد وككمائن لهذه الانتيجين. طيب زي ايه؟ احنا عارفين الليمف نودز ديت اول مثال واشهر مثال. تاني حاجه السبلين اللي احنا لسه متكلمين عليه، السبلين دوت مخزن كبير لخلايا الدم بشتى انواعها، ده مقبرة الار بي سيز، خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء. ده من اكبر تجمعات، ان لم يكن اكبر تجمع للخلايا المناعية في الجسم. تمام. فده مخزن كبير جدا للخلايا، الخلايا المناعة. وعقد باير او بايرز باتشز اللي احنا لسه شايفينها من شوية ديت برضو سكندري ليمفويد اورجنز، ديت بيكونوا معسكرين فيها على الحدود، واقفين زي حرس الحدود بتاعة الجسم. اي حاجه، اي حاجه داخله لازم تعدي عليها، بحيث ان هو لو في اي حاجه خطر لازم يدمروها قبل ما تدخل. طيب ثواني، يدمروها قبل ما تدخل ليه؟ طب هي اللي تدخل ليه اصلا؟ احنا دمرناها نستفيد بيها بقى، لان احنا ايه، جسمنا ده كائن مستغل واستغلالي ومستفز استفزازي، تنفع استفزازي؟ ما تنفعش. طيب شفنا الاورجنز، خلينا نتكلم عن السيلز، خلايا المناعه. هنقسم خلايا المناعه الاورجنز قسمناها وفقا للفانكشن بس، يعني هي ما فيش اصلا حاجه بتربط بينها غير كده. حتى في اماكنها انت عارف ان الليمف نودز متوزعه على الجسم كله، السبلين مرمي في جنب، البايرس باتشز في جوه الانتستن، يعني اصلا تيشوز ما تقدرش ان انت تسميها حتى اورجن كامل. ف ما تقدرش ان انت تربطهم ببعض اناتوميكلي، لكن مرتبطين من ناحيه الاستراكشر فقط. اما الخلايا فاحنا عارفين ان هي ليها اوريجين واحد، كلهم جايين من البول مارو. طب انت ليه هتصنفها وفقا للاوريجين؟ ما انت بتقول اوريجين واحد. اقول لك اه، ما انت عندك في البول مارو عندك ستيم سيل، خلايا ام كلهم بيجوا منها. هذه الستيم سيل مش بتطلعهم كلهم مع بعض في نفس الوقت، او مش بتطلعهم كلهم بشكل مباشر، لا ده هي بتنقسم الاول او بتعمل ديفرنشيشن الى حاجتين، حاجه اسمها البروجينيتور، الليمفويد بروجينيتور، الليمفويد، حاجه اسمها مايلويد، ماي لويد. تمام. الليمفويد بروجينيتور بتعمل الليمفويد سيلز او الليمفوسايتس، اللي هما الثلاثه تي بي و ان كي. تي بي، لا مش تي بي، مش تي بي اللي هو بتاع الانترنت، لا تي بي و ان كي. ايه دول بقى؟
دول العيلة المالكة، دول العيلة الحاكمة، دول الليمفوسايت اللي واخدين اسم المملكة كلها، واخدين اسم الجيش كله بمعنى أدق، واخدين اسم النظام، الجهاز الليمفاوي تسمي باسمهم، ديت العيلة الحاكمة. طب لازم ليها ملكة؟ اه لازم لينا ملكة، هذه هي الملكة، وهنشوف بعد شوية ليه ديت هي الملكة تحديدا. فدول العيلة الحاكمة بيجوا من هذه الليمفويد بروجينيتور. يعني ايه بروجينيتور؟ يعني بيعمل جينيريشن حاجة، بيعمل تكوين لحاجة. طيب وهذه المايلويد او مايلويد بروجينيتور بيطلع منها ايه؟ الباقي. يعني ايه الباقي؟ يعني باقي خلايا الدم كلها، باقي كرات الدم البيضاء، باعتبار يعني لو اعتبرنا، لو اعتبرنا الليمفوسايتس اللي هي التي والبي والان كي ناتشرال كيلر، هنشوف كل واحده بالتفصيل بعد شويه، لو اعتبرنا ان هم اصلا ليوكوسايتس او خلايا دم بيضاء، فديت يا سيدي بتعمل الباقي. وبتعمل ايه كمان؟ الاريثروسايتس، كرات الدم الحمراء، والبليتتس، ثلاث حاجات. الليوكوسايتس، وهنشوف بقى ايه هي الليوكوسايتس اللي باقيه، الاريثروسايتس كرة الدم الحمراء، والبليتلتس اللي هي الصفائح الدموية. فديت التقسيمة وفقا لإيه؟ وفقا للأوريجين، وفقا للمصدر أو الأصل. طيب قسمها لي وفقا للفانكشن زي ما قسمت الأورجنز وفقا للفانكشن. والله وفقا للفانكشن الليمفوسايتس برضو قسم لوحدها، التلاتة دول مع بعض كده ليهم شغلهم اللي هنشوفه مع بعض قدام، شغالين سوا مع بعض بنظام محكم متقن بديع. ال T lymphocytes، ال B lymphocytes، وال natural killer، القاتلة الطبيعية. تقول يعني تسمع كده في natural geographic تلاقيه بيقول لك إن هو قاتل بالفطرة، هو أصلا خلق ليقتل، فاهم؟ هي دي كده، ديت خلقت لتقتل، natural killer، قاتلة بطبيعتها بفطرتها. طيب هي دول lymphocytes لهم شغلهم مع بعض. تاني حاجة، حاجة اسمها الفاجوسايتس. الفاجوسايت ديت الوظيفة التانية، تعمل حاجة اسمها فاجو سايتوزز. احنا شفنا السايتوزز كإندوسايتوزز وإكزوسايتوزز، وقلنا الخلية ممكن في الإندوسايتوزز في الإدخال تعمل فاجوسايتوزز، تعمل تاكل حاجة، وما تطرقناش بقى للتفاصيل، قلنا ان الخلايا المناعيه هي اكتر حاجه بتعمل فاجوسيتوزيس وشكرا. ايه بقى الموضوع؟ بص يا سيدي، انت عندك هنا خليه مناعيه كبيره ليها عينين وفتحه بقها، بقها كبير كده، وفي مثلا ايه ميكروب، لا خليني ايه نجيب ميكروب صغير شويه، وفي هنا ميكروب يعني عنده عينين صغيرين وحواجب تقيلة علشان يبان ان هو ايه شرير، ولازم يكونوا متوصلين ببعض فاهمني، عشان يبان ان هو ايه شرير ومكشر كده. هذا الميكروب الغريب عن الجسم، بتيجي هذه الخلايا الجميلة بتاعتنا، خلايا المناعة زي الماكروفاج اللي هتعمل فاجوسيتوزز، هتيجي دورها انها تعمل ايه؟ دورها انها تبتلع هذا الاخ وتكسروا باللايسوسومز، زي ما شفنا في الفاجوسيتوزز. بعد ما نعمل فاجوسيتوزز لحاجه، بعد ما نبتلعها بنبدا ان احنا ايه نكسرها. طيب خلينا نشيل بس الخط الاصفر ده عشان ملوش اي ترتيب لازم. فهي دي فكره الفاجوسيتوزز، انت هتبلع حاجه وهتكسرها، شكرا. مين بيعمل كده؟ حاجه اسمها الماكرو، عشان هي كبيره، شايف شايف الحجم عامل ازاي؟ الحجم عامل ازاي؟ كبيره جدا. ماكرو فاج، عشان بتبتلع، فيبقى ماكرو فاج. تاني حاجة ما يدعى بالنيوترو فيلز، نيوترو فيلز، نيوترو فيلز من الخلايا المميزة جدا اللي ليها قصة تضحية فداء رائعة نشوفها مع بعض بعد شوية بإذن الله، برضو بتعمل فاجوسايتوزز لهذه الميكروبس الشرير. ثم بعد ذلك الوظيفة الثالثة هي الأنتيجين presenting cells، خلايا وظيفتها الأساسية إنها تروح للقيادة وتديها تقرير. أنت سعادتك طالب مصري أو زميل وافد من إخواننا الوافدين،
معاك بطاقة أو معاك باسبور، تلاقي فيه هنا مثلا الصورة بتاعت سعادتك. احنا هنا هنرسم ايه؟ خلية، ليها ايه بقى؟ هي دائرية، ليها عين وبق والكلام ده كله. ماشي، في نيم، تمام، في مثلا ايدج، ما هو كل خلية ليها عمر، في تايب، نوع هذه الخلية. التايب بتاع ديت بقى تكون مميزة، معاها كارنيه بس مش زي كارنيه الجامعة بتاعنا ده، لا، هي معاها كارنيه كده خطير شويتين، لأن دوت كارنيه عبارة عن صينية بتشيل أخطر حاجة ممكن جسمك يتعامل معاها، الأنتيجينز. هذه الصينية اللي هي بيكون شايلها، أو هذا الكارنيه اللي بيكون معاها، اسمه ام اتش سي 2 او ام اتش سي كلاس 2، بطاقة كده بتكون معاها، وهي غالبا غالبا، خلي بالك، غالبا بتستخدم الفاجوسيتوزس واحيانا اندوسيتوزس عادي، مش بالضرورة، عشان تحط، عشان تبتلع هذا الميكروب جواها، تمام، ثم تعرضه على سطحها، على هذا الايه، على هذا الام اتش سي كلاس 2. هذا الام اتش سي كلاس 2 هو اللي هي بتقدم عليه، هو الملف اللي هي بتقدم بيه التقرير بتاعها لمين؟ للملكة، للتي ليمفوسايتس، تقول لها احنا لقينا انتيجين، احنا لقينا مايكروب، حاجة المفروض الجسم ان هو يهاجمها. فديت وظيفة الانتيجين بريزنتنج، يعني بتعرض سيلز، اقرأ من الناحية، من الناحية التانية، من اليمين للشمال، فيبقى هي السيلز اللي بتعمل بريزنتنج للانتيجينز، تظن منطقي. طيب بعد ذلك هنشوف انواعهم. عندنا الماكروفاجز، عشان كده انا في نفس الرسمه هنا خليت هذه الماكروفاج ذات نفسها موجوده كفاجوسايت وموجوده كايه، كانتيجين بريزنتنج سيل، لان بعد ما تعمل فاجوسيتوزس خلاص قضت على هذا الميكروب الشرير اللي بيحاول ان هو يهرب. بعد ما اكلته هتكسره بقى وتشوف ده شغال ازاي، ولا ده انا اقدر ان انا يعني لما اقول لهم يا جماعه حاربوه اقول لهم حاربوا مين؟ محتاج يكون في حاجه تميزه، له انتيجين، فانا بجيب هذا الانتيجين وبحطه على الام اتش سي كلاس 2 بتاعي وبوريه للملكه، للتي ليمفوسايت، عشان هي تعمم قرار على كل خلايا المناعه، حاربوا ده هاجموا ده. طيب مين كمان؟ حاجه اسمها الدنتريتك سيلز، وتالت حاجه البي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت هي اللي فوق ديت، هي كمان ايه؟ انتيجين بريزنتنج سيل، ولكن خلي بالك هي مش بتعمل فاجوسيتوزس، تمام، بتعمل اندوسيتوزس عادي، يعني مش بالضروره انها عشان تعمل بريزنتنج للانتيجين تكون ايه، تستخدم فاجوسيتوزس. طيب تشتغل ازاي يا عم الاميونيتي؟ يعني انت وريتني خلاياك، وريتني الاورجنز بتاعتك، جميل، انت بتشتغل ازاي بقى؟ قال لك والله الوظيفه الاساسيه بتاعتي، الوظيفه الاساسيه المين فانكشن، ان يعمل ديسكريمينيت. ديسكريمينيت يعني ايه؟ يعني تفصل، يعني تفرق بين ايه؟ بين خلايا الجسم، مكونات الجسم، السلف انتيجنز، الحاجات اللي انا بقدر اتعرف عليها اللي معاها البطايق بتاعت الجسم او معاها باسبور. حد من الاخوه الوافدين بالباسبور بتاعه موجود معانا، فاحنا عارفينه ده مننا. افرق بينها وبين النون سيلف انتيجنز، اي حد غريب، اي حد مش من الجسم، اي حاجه، اي مايكرو اورجانيزم، اي ماده غريبه على الجسم ممكن انها تضره. وظيفتي الاساسيه وشغلي الشاغل اني اقدر ان انا الاحظ اي حاجه غريبه جايه. حتى يقول لك انت لو عرفت المشكله فانت وصلت لاكتر من نص الحل. دي حقيقه، احنا لو لقينا الميكروب، لو لقينا الحاجه اللي جايه من بره، خلاص احنا يعني بصوره كبيره جدا احنا خلاص هنعرف نتصرف، لان وظيفتنا الاساسيه ان احنا نعمل ديسكريميشن، ديسكريميشن ان احنا نفرق بين ده وده. طيب يا عم انت بتشتغل ازاي؟ برضه مش فاهم، يعني انت بتعمل كده ازاي؟ يقول لك والله انا بشتغل على 3 مراحل، 3 طبقات. اول حاجه باريرز، حاجات تمنع دخوله اصلا، ما انا مش هكون فاتح الحدود واللي يدخل اضربه، لا، انا حاطط سور، حاطط سياج، في جلد مثلا، في عندي
حاجات كثيرة هنشوفها مع بعض دلوقتي، باريرز بتمنع الدخول. تاني حاجة الـ innate immunity اللي هي موجودة في أي جسم، أنت لازم دايما عندك جيش وإن كان صغير، وإن كان أنت ما أنتش محتاج عدد كبير من الجنود، أنت مش في حالة حرب دلوقتي، أنت جسمك ولله الحمد سليم معافى، فأنت مش محتاج غير الأساسي اللي هو بيحارب أي حاجة غريبة، مش محتاج حاجة متخصصة بحاجة معينة، دي اللي بنسميها الـ innate immunity وهنشوف تفاصيلها. وآخر حاجة الـ adaptive immunity، ودي خط الدفاع التالت، دول المتخصصين الـ special ops، دول الـ operators اللي وظيفتهم إن هم يهاجموا حاجة بعينها، ده طالع عارف هو رايح بالسنايبر بتاعه، بالقناص بتاعه، بالسلاح القناص بتاعه، هو رايح عارف هو رايح يصطاد مين، ايه الانتيجن، ايه الميكروب اللي هو طالع علشان ايه، علشان يدمره. طيب خلينا نشوفهم مع بعض. طيب ال innate immunity، ثواني ثواني، اهدى اهدى اهدى، فين الباريرز؟ بص يا سيدي، واحنا كنا متعودين ان الباريرز حاجه وال innate immunity حاجه تانيه، حتى في الثانويه عامه كان عندنا خط دفاع اول وثاني وثالث، واحنا لسه شايفين ثلاثه اهو. لا، هنحط الباريرز جوه الـ innate immunity. اشمعنى؟ باعتبار ان هي برضو حاجه موروثه، يعني صفات الـ innate immunity موجوده في الباريرز، فانت عندك الباريرز ديت حاجه موجوده معاك طول الوقت، صح؟ فهي innate immunity، هي حققت شروط الـ innate immunity فبنعتبرها جزء منها، فالـ innate immunity هي الباريرز بالاضافه لباقي الـ innate immunity. طيب ايه هي الـ innate immunity اصلا؟ قال لك والله ديت بالتالي هتكون هي الفيرست لاين، بما ان انت ضفت ليها الباريرز خلاص هي اول خط للدفاع، اول حد بيواجه اي ميكروب يدخل الجسم. دي بتكون نون سبيسيفيك، مش بتهاجم حاجه معينه، اي حد غريب انا ههاجمه ايا كان بقى، انا مش عارف هو جاي منين، ممكن يكون حتى يعني بلاد ترانسفيوجن، او انت عامل ترانسبلانتيشن، زراعه عضو الواحد من اخوه. طب ده اخوه يا عم، يا عم يا عم يا حاجه مناعه، ده اخوه، انا ما اعرفش، نون سبيسيفيك، انا ما بميزش بين اخوه وابن عمه، انا كده كده اي حاجه غريبه عني ايا كانت هذه الحاجه الغريبه، دور برد، فيروس كورونا، فيروس الايدز، اي حاجه مهما كانت خطيره مش خطيره، بسيطه مش بسيطه، انا ههاجمها، انا نون سبيسيفيك، مش بميز مش بفرق، وبالتالي انا مش بفتكر حد، لان انا اصلا كده 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 مش هتفرق معايا، كده كده انا ههاجمهم، اعرف اسمائهم ليه، انا كده كده ما بعرف، ما بفرقش بينهم، بعملهم كلهم سواء، اعرف اسمائهم ليه، احفظهم ليه، ما عندهاش ميموري، ما عندهاش ذاكره، يعني لو عدى عليها واحد مش هتفتكر اه ده فلان، ده الميكروب الفلاني، وكنا اتصرفنا معاه بالطريقه الفلانيه، ما فيش الكلام ده، احنا كده كده هنتصرف نفس الطريقه مع الكل كل مره، فما فيش ميموري، دايما موجوده، always present، فين؟ في الهيلثي individuals. جزئية مهمة، ما تقوليش إن من صفاتها إنها always present وتسكت. طب ويعني هو في الشخص اللي عنده مرض مناعي، المناعة بتاعته ضعيفة، هتلاقي عنده الـ innate immunity بشكل كامل وسليم؟ لا طبعًا، فهي always present في الشخص السليم. طيب وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها to recognize the microbes، وظيفتها إنها تلاحظ الـ microbes فقط. تمام؟ بتلاحظ الـ microbes طبعًا بتحاربها. With PAMPS، يعني ايه PAMPS؟ PAMPS يعني Pathogen Associated Molecular Pattern، وهي ديت أهم واحدة فيهم، إن أنت في عندك Patterns معينة، يعني PAMPS ديت هي بتوضح لك الفكرة، أو بتفهمك الفكرة، أو بتفهمك هي بتشتغل إزاي. بص يا سيدي، Patterns يعني أنماط معينة موجودة في أي حاجة جاية من بره. طب وأنت بتعرف منين إنها جاية من بره؟ مثلا بكتيريا، طالما بكتيريا يبقى ليها سيل وول، طالما سيل وول يبقى بيبتيدوجلايكانز، يبقى أي حاجة فيها بيبتيدوجلايكانز هاجمها. طيب فيروس، من الفيروسز اللي بيكون ليها مثلا دبل ستراندد ار ان اي، النيوكليك اسيد بتاعها دبل ستراندد ار ان اي، خلاص انا ما عنديش حاجة في الجسم كده، ده طالما انا شفته انا عارف ان ده غريب، ده باترن باثوجينيك، باترن مؤذي ليا، انا خلاص حفظته وعرفته، بغض النظر بقى عن ده فيروس ايه،
انا كده كده ههاجمه بغض النظر عن دي بكتيريا ايه، انا كده كده ههاجمها مجرد ما انا شفت ان هي دي فيها بيبتايدو جلايكان هاجم على طول. تمام، فعن طريق هذه البامبس او البي اي ام بي اس، الاس دي جمع يعني. تمام، انما هي باثوجين اسوشيتد موليكيولر باترنز، باترنز معينه في المولكيولز بتاعتها لما بشوفها بهاجمها مباشره. طيب تتكون من ايه هذه النيت اميونيتي؟ قال لك والله قلنا في باريرز، تاني حاجه سوليبل ديفنس، تالت حاجه السيلز. هنتكلم عن كل واحده بتفاصيل خفيفه وبسيطه، وبكده تكون المحاضره خلصت بشكل يعني ايه سريع وخفيف ان شاء الله. طيب لونا ايه، نبص على اول حاجه اللي هي الباريرز. الباريرز بتنقسم الى فيزيكال بارير اللي هو الجلد، بس الجلد من جوه وبره. يعني ايه؟ يعني جلساتك من بره وكمان بطانه جسمك من جوه. انت عندك لايننج بيبطن الجسم، عندك ايبيثيليوم بيبطن الجسم نسميها الميوكوزا، عندك ميوكوزا بتبطن الجسم في كل الممرات بتاعته، في الدايجستيف سيستم، في اليورينري سيستم، في عندك ميوكوزا في الريسبيراتوري سيستم، في البرونكاي. تمام، هو ده معنى ميوكوزا، هي اللي بتبطن الممرات بتاعت الجسم. طبعا عندك الابيدرمس اللي بيكون موجود على السكن، وعندك حاجات كيميكال، مواد كيميائية هي حواجز تحول دون وصول هذا الانتيجين او وصول هذا الميكروب للجسم. زي ايه؟ زي الاسيديتي، الاسيديك بي اتش بتاعت السكن، عندك العرق، حتى العرق البسيط ده بيكون اسيديك. طيب ايه الفكرة؟ الفكرة ان مش هيتجمع مايكروبس، هتموت. الستومك فيها اتش سي ال، لو جم مش هيتجمع فيها مايكروبس، كروبس بتموت بهذه الاسيديتي. الفاجينا عن طريق اليورين وعن طريق بعض السكريشنز بتبقى برضه اسيديك، فبالتالي ما بيقدرش اي ميكروب ان هو يدخل، ديت المداخل بتاع الجسم، فانت بتمنع دخول هذا الميكروب عن طريق كيميكال باريرز، مواد كيميائيه بتقتل اي حاجه بتحاول انها تعدي من هذه البوابه. لذلك مايكروبيال موليكيولز، ايه ده، ثواني ثواني، ازاي يعني؟ يعني موليكيولز بتهاجم الميكروبس. باختصار شديد، حاجه عندنا حاجه اسمها الالفا ان بيتا ديفنسين. هذه الالفا ان بيتا ديفنسين وظيفتها باختصار من غير ما ندخل في تفاصيل حاليا عشان نشوف الحاجات دي كلها ده ان شاء الله، بتقتل الميكروبس، بس ده اللي انت محتاج تكون عارفه. تمام، ازاي؟ ما تشغلش بالك. اللايسوزايمز، عشان ما كنتش بكرر نفسي وعشان ما تبقاش يعني ايه ما تبقاش شايف ان هو، طب وايه الفرق؟ هي برضه بتقتل الميكروبس، ولكن عن طريق انها بتدستروي الجلايكو بتدستروي البيبتايدو جلايكان، الجلايكو بروتين بتاع البيبتايدو جلايكان، خلينا نقول بيبتايدو جلايكان يعني ادق بتاع البكتيريا ده، من البامبس، الحاجات اللي بتودي دي. ده باترن انا عارفه في اي حاجه باثوجينيك، او في يعني ده باترن مجرد ما اشوفه بعرف ان ده باثوجينيك، فانا ببدا ان انا اهاجمه. تمام، بتهاجمه بايه؟ بحاجه زي اللايسوزايمز مثلا. تمام، هي موليكيولز بتهاجم الميكروبس، والار ان ايز والدي ان ايز دي انزيمات انت مش حاططها في الجسم بس يعني لمجرد ان هو لما يحصل مشكله في الدي ان ايه تروح كسراه، لا كمان لو جه حد من بره غريب انت هتهاجمه بانك تكسر له الدي ان ايه والار ان ايه بتاعه. طيب بعد ذلك عندنا بيولوجيكال باريرز، الحاج بالراحه يا عم، اهو بيولوجيكال باريرز يعني ايه، ازاي يعني؟ عندنا هنجيب مثلا ابن عمنا يقعد جنبنا بس هو ياخد باله مننا؟ لا، هنجيب بكتيريا تحمينا من البكتيريا. ازاي؟ في عندك بكتيريا فلورا، يعني بكتيريا فلورا يعني بكتيريا متعايشه معاك، كومنسل مايكروبس كده جوه جسمك، مش بتاذيك وانت مش بتاذيها، متعايشين سوا، هي بتفيدك وانت بتفيدها. من وظيفتها انها تنهبت، انها تثبط اي استابليشمنت، اي تاسيس لباثوجينيك مايكروبس. هي عايشه في جسمك وانت ما عندكش مشكله معاها، انت بتمدها بالغذاء، هي بتمدك بالحمايه. ازاي؟ هي بتقول انا ده بيتي، انا مش هسمح لاي ميكروب تاني انه يدخل يعيش هنا، فهي بتحميك من دخول اي حد تاني، فهي بتهبط دخول اي باثوجينيك مايكروبس. هي مش باثوجينيك، هي كومنسل، كومنسل يعني متعايشه معاك، ما عندهاش مشكله معاك او انت ما عندكش مشكله معاها يعني، ف في الوضع الطبيعي هي مش بتاذيك. تمام،
فهي بت انهبت في الطبيعي اي دخول اي باثوجينيك ميكروب، علشان هي شركه في الاكل والميه يعني، تروح قالوا له لا يا فندم البيت ده بتاعي، فبت عن طريق هذه البكتيريا فلورا تقدر ان انت تحمي نفسك، او هي اللي بتحميك من اي انفكشن. طيب دي الباريرز. دخل معايا على السوليبل ديفنسز باختصار شديد جدا برضه. عندنا ايه في السوليبل ديفنسز؟ قال لك والله في حاجه اسمها الكومبلمنت سيستم. كومبلمنت سيستم او نظام المكملات او جهاز المكملات، دي حاجه باختصار بتشتغل مع الاجسام المضاده بتاعت جسمك، بالتعاون مع الاجسام المضاده بتبدا انها تهاجم الميكروبس والبكتيريا وتكسرها وتدمرها وتقتلها. تفاصيل قدام محاضرات قادمه ان شاء الله، المحاضره السادسه، النص الاول من المحاضره السادسه ان شاء الله. ايه تاني؟ السيتوكاينز. السيتوكاينز ديت الرسائل والاشارات واللغات اللي بين خلايا المناعه وبعضها. السيتوكاينز ديت كيميكال موليكيولز تقدر تعتبرها كيميكال ترانسبورترز او رسائل او اشارات، بس مش عصبيه، كيميائيه بين الخلايا وبعضها، بتتواصل فيها الخلايا فيما بينها. طيب وبعض البلازما بروتينز زي المنوز بايندنج الكتير، ده بروتين بيكون موجود في الدم في البلازما، ده من وظائفه انه برضه يتعرف على الباترنز، من وظائفه الباترن ريكوجنيشن، يتعرف على باترنز في ميكروب غريب فيبدأ ان هو يدمره، اظن منطقي. تاني حاجة السي رياكتيف بروتين. السي رياكتيف بروتين دوت مجرد ما يحصل ما يدخل اي ميكروب غريب يقعد يصوت. يعني يقعد يصوت؟ يعني هو مش بيحاربه، هو كل الفكرة ان هو بيزيد بينكريز اثناء الانفكشن. طيب في انفكشنز بعينها يعني؟ لا، اي انفكشن هيدخل الجسم هتلاقي هذا السي رياكتيف بروتين بيزيد جدا. طب وانت طب حدد لي. طيب ما اعرفش، انا هقول لك ان في ميكروب، في بكتيريا، في حاجه غريبه، في حاجه مش مظبوطه، ادخل انت دور في حاجه، بس انا بس ما اعرفش هي فين او هي ايه. تمام، ده شغله. طيب تعالى كلمني عن السيلز، عن الخلايا. والله الخلايا بتاعت الانيت اميونيتي السيلز بشكل اساسي الماكروفاجز واليوتروفيلز، دي بتاعت ايه بالظبط؟ دي بتاعت الفاجوسايتوزس ومعاهم الناتشرال كيلر سيلز او ال NK. الخلايا ديت يدا بيد مع بعض بيدافعوا عن الجسم ضد اي حاجه ايا كانت. خلي بالك ان مش المتخصص بس هو اللي تنبهر بشغله، لا ده ممكن اللي مش متخصص تنبهر بشغله اكتر. ده اللي مش متخصص ده عنده قدرة على ان هو يتعرف على اي حاجة غريبة ويهاجمها ويتصرف معاها ويحاربها حتى لو ما هوش عارف دي عبارة عن ايه. فترفع لها القبعة طبعا ان هي بتهاجم اي حاجة غريبة، بتحارب المجهول. طيب بتشتغل ازاي؟ والله هنشوف الماكروفاجز والنيوتروفيلز باعتبار ان هم بيعملوا فاجوسيتوزز سوا. ما بيعملوا فاجوسيتوزز، ايه الفاجوسيتوزز؟ القدره على الريكوجنيشن. الاول لما اقول لك عن اي حاجه في الاميونيتي وظيفتها ايه، خليه في الاميونيتي وظيفتها ايه، قول لي في الاول غالبا غالبا بتكون دورها الاساسي الريكوجنيشن، انها تتعرف على حاجه غريبه. ما انا قلت لك ان الاميونيتي دورها الاصلي، دورها الاساسي، هي المين فانكشن بتاعها انها تتعرف وتفرق بين تديسكريمينيت بين السيلف والنون سيلف انتيجنز. محاربتها امرها هين ان شاء الله، لكن الفرق إن الفكره ان انا اعرف ان ده غريب، ساعتها بقى انا هعرف اتصرف معاه بكل خلايا الجسم ان شاء الله، اجند الشعب كله يحاربه. المهم ان انا الاحظ هذا الجاسوس، هذا الدخيل. طيب فالدور الاول ليها انها تريكوجنايز دي حاجه فعلا محتاجين ان احنا نبلعها او نقتلها، ثم انجست نهضمها، وطالما هضمناها فهنقتلها. ريكوجنايز انجست اند كيل. نعمل كده في ايه؟ اي فورين بودي، اي فورين انتيجين، اي حاجه غريبه عن الجسم مش من الجسم. طيب مش فيش حاجه معينه؟ لا، هي innate immunity. النت اميونيتي يعني اي حاجه غريبه هي هتروح جايه لها تريكوجنايز ان دي غريبه، مش تريكوجنايز انها تعرف ده فيروس كذا،
من عيلة كذا، اخواته كذا، عندنا عدى علينا اخوه من مش عارف قد ايه وكلام. ريكوجنايز ان ده حاجة غريبة فهتقتله، شكرا. ثم انجست، تبدأ تهضمه ثم تقتله، خلاص. مين هو بقى؟ اي حاجة غريبة. طيب بتشتغل ازاي؟ انا والله اول حاجة الدليفري، توصيل هذه الماكروفاج الى الميكروب عن طريق خطوتين. الحاجة الاولى اسمها دايابيديزز، اللي هي خروجها اصلا من الفيسل من البلاد فيسل للتيشو، وتاني حاجة اسمها الكيمو تاكسز. طيب خلينا نشوفهم ونفهمهم سوا دلوقتي، خلينا بس نعمل شوية زوم. طيب ادي يا سيدي البلاد فيسل، خلينا نعمل فيه ايه، شوية بورز كده علشان الخلية بتاعتها تقدر تخرج منها. تمام، هذه الخلية المناعية اللي موجودة جوه البلاد فيسل عايزة تخرج الأول من عايزة تعرف أصلا إن في حاجة بره، هي جاية في خلايا بتستغيث. إحنا عندنا هنا في تيشو موجود هنا، وفي خلايا وفي حياة وفي في عالم هنا، في خلايا عايشة هنا بتبدأ إنها تبعت مواد للخلية ديت، للخلايا بتاعت المناعة كلها، تقول لها الحقيني سايتوكاينز، تقول لها حد يلحق. في هنا إيه؟ في هنا ميكروب. ماشي، نعمل لها بس إيه؟ اي حاجه جوه هذه الخلايا كده ولا اي حاجه، تقول لها الحقيني في هنا ميكروب. فتيجي الخلايا ديت تبدا انها تعمل مارجينيشن، تروح ناحيه المارجن بتاع البلاد فيسل. فهي في الاول بتروح عامله مارجينيشن، تروح ناحيه المارجن كده، وتبدا انها تعمل رولينج، يعني تتحرك بشكل دائري. يعني ده السطح بتاع البلاد فيسل، تبدا انها كده ايه، تتدحرج 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 لحد ما تلاقي مكان مفتوح فتروح خارجة منه. خروجها منه، خروجها من هنا بيحصل بسبب إن هي بتغير شوية في شكلها، بتبدأ تفعص نفسها شوية. عارف أنت لما تلاقي قطة دخلت أو عدت من بين من جوه سور، والسور دوت ضيق رفيع بتاع، هي بتروح عاملة شوية حركات كده ومغيرة شكل جسمها عشان تعرف تخرج. هي كمان بتعمل الحركه دي، وهو ما يدعى بالديابيديزيز. بالديابيديزيز اللي احنا لسه شايفينها حالا، الديابيديزيز اللي احنا لسه شايفينه هنا دوت، اللي هو ده، هو دوت اللي الخلايا بتعمله علشان تقدر انها ايه، تخرج من البلاد فيسل. طيب خرجنا من البلاد فيسل، فين بقى الميكروب؟ حد يعرفني فين الميكروب؟ حد فين الميكروب؟ عن طريق الكيمو تاكسز، ان هذه الخلايا بعتت لها سايتوكاينز، قالت لها تعالي الحقيني. عن طريق الكيموتاكسيس تروح قايله لها اهو الميكروب، اهو تعالي اقتلي الميكروب، اهو هنعمل لك اكتر من كده. فتروح جايه الميكروب وتروح بلعه. ادي الخلايا او الخليه المناعيه، تروح ايه، بلعه هذا الميكروب. حلو، ديت الدليفري، مرحله وصول هذه الخليه او انتقال الخلية للميكروب. ثم بعد ذلك بعد طبعا لسه ما كريتوش، بعد ما وصلت احنا قلنا خلاص يعني ايه، عدت من البلاد فيسل ووصلت له عن طريق انها الخلايا بعتت لها مواد كيميائية تقول لها الميكروب اهو. بعد ذلك ريكوجنيشن، تتعرف عليه، تعرف ان فعلا هو ده الحاجة الغريبة، يلا عشان نقتلها. تروح بلعها، انجيشن، بلعها جوه كيس جواها اسمه الفاجوسوم. احنا عارفين ان اي خليه بتبلع اي حاجه، الحاجه الفيزيكال او الفاكيول اللي هي دخلتها جواها بنسميها فاجوسوم. ثم بعد ذلك هذه الفاجوسوم بتتحد باللايسوسوم عشان نهضمها، فتكون عندي فاجولايسوسوم. خلاص دخلت جوه اللايسوسوم، او اللايسوسوم اتحد معاها، تبدا انزيمات اللايسوسوم انها تحللها، انها تقتلها، فيحصل انترا سيلولار كلينج. مبروك، الميكروب مات. هو ده المطلوب، مظبوط، هو ده المطلوب. طيب شويه كلام عن الفانكشنز اهو، المونوسايتس والماكروفاج. ايه ده، ثواني، ايه المونوسايتس دي؟ المونوسايتس هو اسم الماكروفاجز، ولكن لما تكون في الدم، يعني الماكروفاجز طول ما هي في الدم بتكون اسمها مونوسايتس، مجرد ما تخرج للتيشوز او تترقى كده وتقعد على مكتب في التيشو بنسميها ماكروفاج.
او المونوسايت سيركيليتنج في البلاد وبت انجست الميكروبز اللي في البلاد. انما الماكروفاج ديت ماكرو كبير يعني ليها رتبه كده قاعده على مكتب في التشو، تمام؟ ار تيشو مونوسايتس انجست الميكروبز اللي في التشو. طيب نيوتروفيلز، نيوتروفيلز اللي ديت اللي قلنا ان هي ليها قصه قصه فداء وتضحيه عظيمه، بقى نشوفها بعد شويه. اول حاجه نبقى عارفينها عنها انها من البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس. يعني ايه بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس؟ ما استغربتوش من اسمها نيوترو. يعني ايه نيوترو؟ نيوترو يعني متعادل، وفيل يعني محب، لان حاجه هيدروفيلك، هيدروفوبيك، هيدروفيلك او لايبوفيلك اللي هو حاجه بتحب الميه او حاجه بتحب الدهون، صح؟ طيب ديت بتحب المتعادل، معنى كده ان في حد بيحب حاجه غير متعادل. طب ايه يعني غير متعادل؟ ايه يعني؟ ممكن يكون حامض، ممكن يكون قاعدي. فانت عندك بيزوفيلز وعندك اسيدوفيلز، ديت خلايا شبه هذه النيوتروفيلز، ولكن بيكون في فرق في اللون، في الصبغه. في خلايا بتلاقيها زرقاء دي بيزوفيلز، في خلايا حمراء دي زينوفيلز. يعني ايه بنفرقهم عن بعض عن طريق اللون وعن طريق شكل النواة، عشان كده بنسميها بوليمورف يعني متعددة شكل. ايه بقى؟ النيوكلير او النيوكليوس. فيبقى بوليمورف نيوكلير ليوكوسايتس او بي ام انز، بوليمورف نيوكلير، تمام. ديت الموست نيوميروس ليوكوسايتس في البلد. دي مهمة جدا جدا، ملحوظة مهمة انك تبقى عارف ايه اكتر ليوكوسايت موجوده في البلد؟ النيوتروفيلز، تمام. عددها طبعا بيزيد في حاله الانفكشن، اي حاجه من جهاز المناعه هتلاقي ان عددها اثناء الانفكشن او اثناء الاكيوت انفكشن اللي هو الحاد السريع بتلاقي ان عددها بدا يزيد. وهنا بقى هنشوف القصه الرهيبه بتاعتها، انها بتنجست الميكروبس وبعد كده بتموت وتتحول إلى بس سيلز. بعد ما تبلع الميكروب بتبدأ تتخانق معاه، بتبدأ إنها تنفجر فيه جوه، حرفيًا بتنفجر في هذا الميكروب ويموتوا الاتنين وتتحول لخلية بس، خلية صديد. يعني هذا الصديد اللي سعادتك هتبقى إن شاء الله تبقى دكتور، وسعادتك هتبقى دكتورة، وهتتقرفوا منه، ريحته وحشة، شكله وحش، مش عارف إيه. هذا الصديد عبارة عن خلايا ضحت بحياتها عشان تنقذ حياة هذا المريض، لأن سعادتك يا دكتور اتأخرت، كنت قاعد تشرب القهوة، هذه الخلايا هي اللي قامت بدورك وأنت متضايق منها وقرفان منها. سبحان الله، يعني قصة تضحية، قصة فداء. طيب ده بالنسبة للإنتراسيلولار كيلينج بتاع هذه الماكروفاجز والنيوتروفيلز والمونوسايتس. ممكن تعمل كده بالاعتماد على الاكسجين او بدون الاعتماد على الاكسجين، اكسجين اندبندنت اكتيفيتي او اكسجين ديبندنت اكتيفيتي، من غير دخول في تفاصيلهم كل واحده بتعمل كده ازاي. الحاجات دي هنشوفها لما نيجي نتكلم على الفاجوسايتوسيس باذن الله، تمام. بس خليك عارف بس انها ممكن تشتغل بالاكسجين او ممكن تشتغل من غير ايه، من غير اكسجين، كل واحده بيكون ليها الميكانيزم الخاص بيها. وصلنا. لا مش بالراحة، مش وصلنا لدي بالراحة يا عم، بالراحة. هو شكله مش عايز يخلص. وصلنا للناتشورال كيلر، وصلنا للقاتل بتاعنا. ايه ده؟ احنا هنشوف الليمفوسايتس. تصبيرة تصبيرة كده في الانيت اميونيتي. الليمفوسايت اللي معانا هنا هي ال NK ناتشورال كيلر، ديت غير متخصصة، نوت سبيسيفيك. ديت هي العسكري او الشرطي، شرطي الدورية اللي بيمر على كل خلايا الجسم طول اليوم صبح وليل علشان يتأكد إن مفيش حاجة غريبة موجودة في الجسم، مفيش حد من بره الجسم موجود. بيعدي على كل خلية كده يتأكد إن بطاقتك لو سمحتي، بطاقة إيه؟ مش فاهم. ما إحنا مش شفنا إن في حاجة معاها، في خلايا معاها كارنيه كده اسمه ام اتش سي كلاس 2؟ بس ده كارنيه، انا بتكلم عن بطاقه شخصيه المفروض تكون معانا كلنا، انا معيش كارنيه. طيب المفروض يكون معاك بطاقه، يبقى ام اتش سي كلاس 1. ام اتش سي كلاس 1
ديت البطاقه بتاعت كل الخلايا. انا كناتشرال كيلر بعدي على كل خلايا الجسم وبتاكد انها هذه الخلايا معاها ايه؟ معاها هذا الام اتش سي كلاس 1. بيحصل الموضوع ده ازاي؟ والله ادي الناتشرال كيلر اللي هي نفس خلايا المناعه كده بشكل مميز، عليها ريسبتورز. هذه الريسبتورز وظيفتها انها تتعامل او تتفاعل مع الام اتش سي كلاس 1 بتاع الخلايا بتاعت الجسم. وادي خليه من خلايا الجسم المفروض ان عندها ايه؟ عندها الام اتش سي كلاس 1، تمام؟ ايه هو ده الام اتش سي كلاس 1؟ بتسلم عليها، بتمد لها ايديها تسلم عليها. لو سلمت عليها يعني ادت لها، مدت لها الام اتش سي كلاس 1 بتاعها وبصت عليه كده، ايوه اديها ما فيهاش مشكله، هو الكارنيه وريني او الـ البطاقه بتاعتك الام اتش سي كلاس 1، توريها البطاقه مظبوط، البطاقه مش منتهيه، ما فيش حاجه غريبه، جميل جدا اتفضلي. فمش بتعمل لها حاجه، يحصل انهيبيشن للاكتيفيتي بتاعتها، خلاص انا هسيبك في حالك يا خليه. فهذا الريسبتور اللي هي مادته الاول علشان تسلم عليها عن طريق ال ام اتش سي كلاس 1، يعني الريسبتور اللي موجود على الخليه نفسها، الخليه اللي احنا جايين نتحقق منها، ده ال ام اتش سي كلاس، ام اتش سي كلاس 1. طيب انا بسلم عليها ازاي؟ هذا الريسبتور اللي موجود هنا دوت، ده بتسميه كير، كي اي ار. يعني ايه كي اي ار؟ اختصار لايه يا عم؟ كيلر انهيبيتوري ريسبتور، يعني بيعمل انهيبيشن للناتشرال كيلر. طب ليه بتعمل انهيبيشن؟ لانها من خلايا الجسم. انا والله بمد الاول الكي اي ار الانهيبيتوري دوت، لو انت مديت الام اتش سي بتاعك، ام اتش سي كلاس 1 بتاعك، وسلمت عليا وانا اتاكدت ان انت من خلايا الجسم، وان انت مفيش فيك حاجه غريبه، مفيش مثلا فيروس مستخبي جواك، مفيش ما تش ما تحاول ما الخلايا ما تحولش لخلايا سرطانيه مثلا، الام اتش سي بتاعك سليم، لان خلي بالك كل حاجه بتظهر على الام اتش سي. مثلا لو دخل فيروس بدا يعمل بروتينات بتاعته، هذه البروتينات بتروح الخليه واخده عينه منها، تروح حطها الام اتش سي كلاس 1 تقول الحقوني الحقوني، بس طبعا من غير ما هو يعرف، يعني بتحطها بس على الام اتش سي كلاس 1، ولما يجي الناتشرال كيلر تلاقي اوبا الام اتش سي كلاس 1 مش مظبوط، يبقى مش هنشغل الكي اي ار، هنشغل التاني اللي تحت ده اللي هو الكي اي ار اكتيفيتنج ريسبتورز. هذه الاكتيفيتنج ريسبتورز بتبدا بقى انها تحفز الخليه، ريسبتورز بتنشط الخليه المناعيه اللي هي الناتشرال كيلر، بتنشطها وتحفزها انها تبدا انها تهاجم وتقتل هذه الخليه اللي احنا يا اما اكتشفنا انها خليه غريبه، يا اما هي خلايا من خلايا الجسم ولكن فيها فيروس، فيها تيوم، فيها هي فيها تيومر، او هي خليه تيومر او اي نوع، تمام؟ فهي بتقتل مين؟ خلايا الجسم، خلايا الجسم، بس خلايا الجسم المصابه اللي فيها فيروس او هي خليه تيومر. فوظيفتها ايه؟ كل التيومر سيلز والفيروس انفكتد سيلز. ممكن تشتغل بباث واي بيعتمد على الانتي بوديز. يعني مثلا انا اكتشفت ان انا ك ناتشرال كده اكتشفت ان هذه الخليه هنا ديت خليه من خلايا الجسم ولكنها مصابه، يعني شكلها غريب كده وفيها الوان غريبه كده وبتاع، خليه تيومر مثلا او فيها فيروس او يعني، في ثواني هتلاقيها بدات تهرب، بدات تجري مني. طب انا عايز الحقها، اكتفها، اثبتها علشان اقتلها، اعمل كده ازاي؟ يروح جاي واحد من حلال اسمه انتي بودي، يروح جاي روح ماسك يعني غارز فيها سلاح كده ومديني المقبض بتاعه. الانتي بودي هو السلاح نفسه، يجي كده ربنا يبارك له، يجي كده هذا الانتي بودي هو اصلا له جسم وله ايه؟ له دراعين سلاحين كده، يروح مثبت السلاح بتاعه هنا جوه الخلية، تمام؟ وباقي المقبض الخشب بتاعه مديه لخلايا المناعية كده، ثبت الاتنين في بعض، لزق الاتنين في بعض، فتيجي هذه الناتشرال كيلر تقتل هذه الخلية وتتخلص منها. ليه؟ خلية مصابة، خلية مريضة، خلية
تيومر خلية كانسر، ومن ومن وظائفها كمان بعد ما تشتغل بهذه الطريقة اللي هي الانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي. كلمة جملة كده ايه، ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتفكرنا بسودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد وذ جوبلت سيلز، صح؟ سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم او سيليتد ايبيثيليوم وذ جوبلت سيلز، كانت ممتعة والله، كان نطقها لوحده ديت شبهها كده. ف يعني رحمونا وعملوا لنا اختصار اي دي سي سي انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي، يعني سايتوتوكسيسيتي قتل للخلايا، تبدأ الخلية سيلولار عن طريق خلايا برضو ناتشرال كيلرز، بيعتمد على الانتي بودي، انتي بودي ايه ديبندنت. طيب تالت فانكشن انها بروديوس حاجه اسمها الانترفيرون جاما. انترفيرون جاما دوت بيحاصر الفيروسز وبيهاجم هذه الفيروسز. طيب بيعمل ايه الانترفيرون جاما تحديدا؟ وظيفته ان هو ياكتيفيت الماكروفاج علشان تيجي تبلع الخلايا اللي فيها فيروس. يعني انا لاحظت ان في خلايا تيومر او في خلايا مصابه بفيروس في هذا التشو كانت شغال كلر، انا هبدا ان انا اقتلها، هبدا ان انا اهاجمها وهنده على الماكروفاجز، اقول لها تعالي الحقيني في مصيبه في خلايا تيومر او في خلايا فيها فيروس، تعالي ابداي ان انت تبلعيها. هعرفها دوت ازاي؟ عن طريق الانترفيرون جاما. طيب بكده نكون خلصت. Thank you very much for watching. إن شاء الله إن الفيديو ده يكون بسيط وسهل، وإن المسرحية بتاعة المناعة تكون مشوقة ليكم زي ما هي مشوقة ليا، ومتحمس إن إحنا نستكملها بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، ما تنسوش من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.